Émotion mixte en fait. Farhana bien sûr est fière parce qu'elle voit tous les acquis ou les résultats et l'impact qu'a eu le PLMI, mais en même temps bien sûr triste parce que ce que fait le PLMI, il a eu en termes de il a eu le Beladiyat, le Tanmiya, le Jamia, le Tachrik al Mar'a, l'Atfail, le tout. Sincèrement, mais j'ai un projet, j'ai une stratégie de longue durée. Je veux dire que le programme est là, il y a quelque chose qui est mauvais, c'est le temps. Je veux dire que c'est plus de 4 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans. Donc c'est pour ça les émotions mixtes. À la fois ma farhana, à la fois ma fakhura, à la fois ma كنت نتمنى لو كان البروجي كان اطول وفي ميزانيه اكبر. مش كلهم عندهم لو ميم نيفو ديفلوبمون والكل، لكن في بلديات محدثه كيما برويس المرج، فما بلديات قديمه وعريقه ومعروفه. دونك فيهم برشا حاجات مختلفه خاطر كل جهه وخصوصياتها وكل جهه والبوتنسيال نتاعها وكل جهه والماركتينغ تيريتوريال نتاعها الخاص، مي عندهم ان دينوميناتور كومون، يا ليسبوار يا لا فولونتي، مي اوسي يا بوكو ديفي. عندنا تحديات كبيره، تحديات على مستوى الامكانيات الماليه، الامكانيات البشريه، تحديات كيفاش المجلس البلدي باش يوفق توافق انه يستجيب لك المطالب نتاع المواطنين ومواطنات البرشا، خاصه في وضعيه في بلادنا نعرفوها في تونس، ازمه سياسيه، ازمه اقتصاديه، ازمه اجتماعيه. والبلديه الفرق اللي كانت قبل الثوره بعد الثوره، قبل الثوره كانت فريمون البلديه الرمز نتاع النظام الكوربت، النظام الفاسد. توا البلديه ولات اولادنا نتاعنا، اهلنا، ناسنا، الانتخاب البلدي حتى ناس نعرفهم، لا مركزية التنمية المحلية، فما ثقة تبنات، وكثقة هذيا يذولي انغريديون مهم جدا نبنيو عليه ونأكدوه، على خاطر الثقة يعني معناها تكتسب، معناها مش تتعطاش بطريقة سهلة. دونك مي إلي تخي امبورتونت بور بوفوار افونسي. نقول لا بروكسيميتي ما تنجمش تتحقق الا بدعم مدافع مسار اللامركزية. كيما كنت نحكي توا، الحكومات المحلية ماهياش يعني ادنى مستوى نتاع 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 معناها مؤسسات. الحكومه المحليه هي الاول باسكو سي لو بروميير نيفو دو غوفرنمون، خاطر اقرب من المواطن والمواطنه. دونك سي تري امبورطون ان نواصل في دعم مسار المركزيه، دعم في مسار المسائله والمحاسبه على المستوى المحلي، نواصل كذلك معناها دعم الخدمات البلديه باش تكون اكثر قرب، باش تكون اكثر استجابه لمطالب المواطنين والمواطنات. الميزانيه نتاع البلديه لازمها تتقوى ونعطيوها فرصه تشريعيه باش تكون قادره على كذلك معناها الموبيليزاسيون تاع ميزانيه تلياهيه، سواء على المستوى الاقتصادي التنموي وعلاقات شراكه مع القطاع الخاص. لا بروكسيميتي سي ان كونسيبت يقرب للديمقراطيه، مي كذلك يقرب للتنميه، فمهم جدا الديمقراطيه المحليه والتنميه المحليه والكل ما نمكن نحققوا الا اذا كان نحطوا مسار مركزي ناجح وفعال في تونس.